الفويس اوفر تعليق كان بيكون رسائل الدواء كده انا ان عارف يا عمرتك بيقول الان اعزائي المشاهدين والمتابعين والحفل الختامي توزيع الجوائز على المقربين اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم. بنشكر استاذ محمد شرف عضو مجلس اداره نادي الصيد على التنظيم الاكثر من رائع واستضافه هذا الكم من البطوله اليوم. يكون بتسليمه اللواء يحيى زكريا ورئيس مجلس اداره الاتحاد المصري سياده الباشمهندس دكتور مكتب افريقيا. تكريم الشخصية الرئيسية وهي تنظيم افتتاح اللواء يسري عبد العزيز. ويتسلم التكريم السيدة دكتورة حسام كريم سيدة التقيت المحمودة. ممكن طلب تصوري لي اللي هو في الاسا بيهم دول احمد عمو اللي هناك الازرق عمو اللي هناك احنا كمان زي ما حضرتك شفتوا التكريم اللي فات اسم راح اللواء يسري عبد العزيز واستلمه دكتورة إيمان كريم زوجة الفقيد. والآن تكريم مع كابتن ماجد أحمد جهاز الفني ولاعبات منتخب مصر تحت 18 سنة ناشئات على فوز بالمركز الأول في البطولة الأفريقية الماضية. وزي ما انتم شايفين الهتاف والتشجيع من لاعبات المنتخب. كابتن ماجد سلامة ألف ألف مبروك تكريم اليوم وصعود المنتخب البطولة الأفريقية لكأس العالم. الآن مع النجمة لاعبة كابتن فريدة مسعد بنت نادي الصيد ألف ألف مبروك من اللاعبات المميزة اللي ليها مستقبل إن شاء الله كبير. والنجمة سلمى بهجت بنت نادي الصيد نجمة منتخب مصر ألف ألف مبروك يا سلمى. النجمة اللاعبة فاطمة هاني بنت نادي الزمالك ألف ألف مبروك كل التشجيع ليها ولوالدها اللي دايما سبورت ليها وفي ظهرها هي وباقي زمايلها. يسلمها التكريم الباشمهندس خالد القوسي. والنجمة يارا أسامة نجمة منتخب مصر ونادي الزمالك لعيبة المتألقة منذ الصغر ألف ألف مبروك يا يارا.
تتقدم اهداف. اذا الكره الجله تحط القانون الاستاذ الكبير مجدي الشيخ على القانون والاستاذ الكبير ملاوى. ونشكر طبعا دكتور مجد ابو فريخه لدايما سبورت لجميع البطولات والدورات ولاي فكره ناجحه. كل الشكر والتقدير لحضرتك دكتور مجد ابو فريخه رئيس مجلس اداره الاتحاد المصري لكره السله.